لمزيد من التفاصيل مشاهدين انضموا إلينا هاتفيا أستاذ الشريف عبد القادر الناقد الرياضي. أستاذ الشريف يرحب بك معنا في هذه النشرة الرياضية. بداية بعد التحية دعنا نبدأ مع حضرتك بهذا الخبر السار الذي أسعد الشعب المصري سواء داخل أو خارج مصر بإعلان الشركة المتحدة للخدمات العلمية عن اتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم عام 2022. بحيي حضرتك وبحيي مشاهدينك. بالتأكيد دي نقلة نوعية في تاريخ الحقوق الحصرية لمباريات كرة القدم، إضافة كبيرة من الشركة المتحدة والعاملين في قنوات أو القائمين على إدارة قنوات أون سبورت إن هم يحصلوا على الحقوق الحصرية لمباريات المنتخب المصري داخل وخارج مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر. كنا قبل كده بنحصل على بعض الحقوق دي بشكل على تبث على الارضي، لكن دلوقتي هتبث بشكل فضائي. دي يعني خدمه جديده بتقدمها الشركه المتحده لجماهير الكره المصريه والعربيه. نتمنى ان شاء الله مزيد من الانجازات ومزيد من البطولات الحصريه على قنوات ون سبورت في الفتره القادمه. طبعا ده جهد كبير جدا اتبذل من خلال التعاون بين الشركة وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي منح الحقوق للشركة المتحدة أو لقنوات أون سبورت. نتمنى إن شاء الله يكون دي بداية انطلاقة جديدة لمشاهدة المباريات بجودة عالية وبصورة واضحة، إنتاج يكون ضخم، لأن احنا هيبقى عندنا ماتيريال ما كانش بيبقى متوفر لينا في تصفيات كأس العالم نستفيد بيه في برامجنا وفي الاستوديوهات التحليلية وفي البرامج المصاحبة للتصفيات. خاصة هو كما ذكرنا هو أمر غاب عن الشاشات المصرية قرابة عقدين. طيب أستاذ شريف، كما ذكرنا أن المنتخب الوطني يختتم استعداده لمباراة الغد ما بين مصر وأنغولا، يعني لو تحدثني عن توقعات حضرتك لمباراة الغد التي تجمع مصر مع فريق أنغولا. إن شاء الله يكون الفوز حليف المنتخب في مستهل مشواره في التصفيات. المنتخب بيستعد من يوم السبت في معسكر مغلق، وشفنا زيارة وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة لتحفيز اللاعبين. طبعا عندنا مشكلة اللي هي غياب محمد صلاح، ده طبعا عنصر مهم جدا، حتى صحيح. أن مدرب أنغولا منتخب أنغولا قال فعلا هيكون ليه تأثير غياب، هيكون طبعا وجود صلاح ده بيدي دفعة كبيرة، بيدي أفضلية، يعني في حالة رهبة من المنافس لوجود صلاح. لكن طبعا غيابه دوت بسبب قرار رابطة الدوري الإنجليزي بمنع اللاعبين من بسبب أزمة كورونا، فطبعا لكن إن شاء الله قادرين على التعويض. في أكثر من لاعب موجود في المنتخب يقدر يعني يحل ولو بقدر كبير مكان محمد صلاح. صلاح قائد للمنتخب بخلاف ان هو لاعب كبير ومصنف دوليا من توب فايف على مستوى العالم، لكن ان شاء الله ربنا يعني يلهم الكابتن حسام البدري في اختيار صح لبديل ليه ان شاء الله. اغلب العناصر يعني هل هناك ملامح او يعني اوليه او بشكل مبدئي لتشكيل المتوقع؟ يعني محمد الشناوي، اكرم توفيق، محمود حمدي الونش، احمد حجازي، محمد عبد الشافي، حمدي فتحي، عمرو السولية، احمد سيد زيزو، محمد مجدي قفشه، رمضان صبحي، محمد شريف. نعم اشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي، ونتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراة الغد التي ستجمع منتخب مصر مع منتخب انغولا. شكرا جزيلا لحضرتك.